فريق ليزي روكيت. أهلا، ماذا تفعل؟ أنا ذاهب للركض ولتعليق بعض الملصقات. ستقوم بالاثنين؟ أجل، نشاطان وفي الوقت نفسه. تحتاج إلى مساعدة؟ لا شكراً ستيفاني، هذه التمارين مفيدة لي. حسنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أوه، يا لك من كعكة جميلة. كعكة 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 باسل جميلة. أوه، انظروا إليها، أليست كعكة جميلة؟ التمارين، لن أتناول السكاكر اليوم. رائحتك لذيذة. كعكة 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 باسل حلوة. لا الكعكة. كعكة 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 باسل حلوة. ميلفورد، ألا تشم رائحة كعكة الذكية؟ أجل، بالطبع سيدة بيزيبادي. عليك أن تتذوق قطعة منها. لا شكرا سيدة بيزيبادي، لقد تناولت فطوري اليوم. لكن لدي الكثير من الخيارات. لدي كعك حلو ومغطى بالكريمة ومغطى بالقشدة والكعك الدبق. عليك تذوقه. إنه دبق، إنه دبق بالفعل. إنه كعك دبق جدا جدا. في الواقع لا أظن أن بإمكاني أن أفلتها. علمني إذا أردت قطعة أخرى. أجل، حسنا، شكرا لك، وإلى اللقاء سيدة بيزيبادي. إلى اللقاء. إنها ملتصقة. كم هو لطيف. أيها العمدة، هل تقوم بالتمارين؟ أجل، كنت أركض وأعلق الملصقات، أقوم بنشاطين في الوقت نفسه. ألا تقصد أنها ثلاثة نشاطات أيها العمدة؟ الركض وتعليق الملصقات وتناول الكعك؟ أجل، هذه إحدى كعكات السيدة بيزيبادي، إنها دبقة كما تعلم. هل تحتاج إلى المساعدة أيها العمدة؟ أجل، كنت سأعلق واحدا هناك على ذلك الحائط. دعني أساعدك. شكرا سبورتاكوس. سباق ليزي تاون للسيارات؟ أجل، يبدو هذا مشوقاً. أجل، يستمتع الأولاد دائماً في بناء سيارات السباق. هل تحتاج إلى المزيد من المساعدة؟ شكراً سبورتاكوس، يجب أن أتابع طريقي. حسناً، حظا موفقاً. سباق سيارات في ليزي تاون. سبورتاكوس، عليك أن تجرب كعكي الدبق. لا شكراً باسي، أنا أتناول حلوى الرياضة فقط. أنتم الرياضيون. مكان جيد. إنه ملصق، ولكن ما هذا؟ سيارتي. يا سيد، يجب أن تنتبه جيدا وأنت تقود. أحدهم في مشكلة. باسي، باسي، أحتاج قطعة من الكعك. رأيت، غيرت رأيك. لكنني أحتاج إليها الآن. إنها على الطاولة. ولد صغير أقود سيارة صفراء على غطائها لعبة ظريفة، لكنني الآن لن أرى سيارتي مجددا. كل الذكريات.
لقد عادت. لقد عادت. بيسي، هل أنت بخير؟ أجل، شكرا سبوتاكس. أهلا بك. استنجي، ماذا حدث؟ سأخبرك بما حدث. أيها العمدة، أنا سعيد لأنك هنا. حاول هذا الرجل أن يدفع سيارتي ليركن سيارته مكانها. يا للهول. ماذا؟ لا، هو من رجع بسيارته نحو جرافتي الرائعة هذه. هذا غير صحيح على الإطلاق. لم أتعرض لحادث سيارة من قبل. أنا أفضل سائق في ليزي تاون. أنا الأكثر أماناً والأسرع والأكثر وسامة. أنت أفضل سائق. الأكثر أماناً ولا تنسي الأكثر وسامة. إذن ما تقوله إنه لو جرى سباق فستشارك فيه وتهزم الجميع؟ أجل، وسأهزمك أنت وأنت وأنت أيضا. أنا؟ لكنني لا أقود سيارة بل أركض وأعلق الملصقات، نشاطاني في الوقت نفسه. هذا لا يهمني، أنا هو السائق الأفضل على الإطلاق. أخبار جيدة، سيقام اليوم سباق عند الساعة الخامسة. أجل، سباق ليزي تاون، تجد قواعد اللعبة على الملصق. يمكن للجميع المشاركة والجائزة هي سيحصل الفائز على كأس ذهبية. كأس سيبدأ عند الخامسة. سيد العمدة، سوف أشارك في السباق، فلنتصافح. وأخيرا الساعة الخامسة، أراك هناك. أجل أجل، إلى اللقاء. هيا لنذهب ونحضر زيجي لنعمل على سيارتنا. حسنا، لنذهب. هيا. كاكاكا. سأحضر فطيرة تفاح للأولاد ليحصلوا على الطاقة من أجل السباق. عجباً. حسناً، سيكون هذا مسلياً. أيها الأولاد، مرحباً. كيف حال سياراتكم؟ رائعة عمي، سيارتي زهرية. وأنا سأستعمل مصاصات السكر كإطارات. لكنها ستلتصق بالأرض. حسناً حسناً، إذن سأستعمل مصاصة السكر كمقود. لكن عندها ستلتصق بيديك. حسناً، إذن سأتركها في فمي. عجباً، حسناً، تذكروا أن السباق سيبدأ عند الخامسة، ولا تنسوا أن تقرأوا القواعد أبداً. حسناً. أها، القاعدة رقم 1، عليك أن تبني سيارتك الخاصة. القاعدة رقم 2، يجب عليك أن تشغل السيارة بنفسك وليس باستعمال المحرك ببساطة. هذا سهل جداً. لنرى. أها. واو. أها. ما الذي أفعله الآن؟ لما أبذل كل هذا الجهد؟ هذه هي ليزي تاون، وأنا ملك الكسل. مهلا لحظة. أجل. مرحبا، أريد سيارة سباق سريعة جدا. أجل، بمحرك نفاث مميز. أي لون؟ طبعا بنفسجي داكن. متى يمكنكم إرسالها إلي؟ كان هذا سريعا، شكرا. واو. واو، السيارات جاهزة تقريبا. نعم، سيارتي هي الرقم 1، الرقم الأول والأفضل والأعلى، الرقم الأنسب بالنسبة إلي. حسنا، تحمل سيارتي أيضا الرقم 1. أهلا، من الرائع أن تكون الرقم 1. مرحبا ستينجي. مرحبا. ماذا تفعل؟ حسنا، أصبحت تحمل الرقم 11. عجبا ستينجي. ستينجي.
عندما أنتهي ستكون هذه السيارة سريعة. سأسابقك الصاروخ. سيارتي أيضا. كلها سريعة. نعم لنفعل هذا. هيا نتسابق كالصاروخ. نتمايل كالقبطان. نتسابق كالصاروخ. نتسابق وسباقنا مجنون. مجنون بالطبع مجنون. عجلتنا سريعة لن نمشي كما ترون. كما ترون نعم كما ترون. سأقود السيارة من دون أن أرتاح. سأجوب الشوارع وأسبق الرياح. ها أقود على الطرقات وشعري في الريح يطير. يطير شعري يطير. سماء صافية وفوقي رف العصافير. السماء ما أصفر السماء. اربط الحزام واشعر بالارتياح. ستجوب الشوارع وتسبق الرياح. نتسابق كالصاروخ. واو. نتمايل كالقبطان. نتسابق كالصاروخ. نتمايل كالقبطان. نحن كالصواريخ وما زلنا في البداية. سنقود السيارة من دون أن نرتاح. سنجوب الشوارع ونسبق الرياح. نحن جاهزون. أجل. يا أولاد فطيرة تفاح بانتظاركم. هيا هيا بسرعة. هيا تعالوا تعالوا. شكرا. إنها الفرصة الممتازة لأتفقد المسابقة. إنهم أفضل مما ظننت. ربما يمكنني أن أفعل شيئا حيال هذا. لن يحتاج إلى هذا أو هذا. إنهم قادمون. إنهم قادمون. لذيذة جدا. لا تلمس سيارتي بأصابعك الدبقة. ماذا؟ ماذا حدث لسياراتنا؟ اختفت دواساتي. لا أصدق. المقود. مقود الحلوى. وعجلاتك سنجي. عجلاتي. لا أصدق هذا. سياراتنا مخربة. لن نشارك في السباق. أظنني خسرت الكأس خاصتي. أحدهم في مشكلة. سيفوز رابي بالتأكيد الآن. سبورتاكس مرحبا. ما المشكلة يا جماعة؟ أحدهم خرب سياراتنا. لا يمكننا المشاركة في السباق. وتكاد تدق الساعة الخامسة. أما من طريقة أخرى تسمح لكم بالمشاركة؟ ما رأيكم لو عملتم كلكم معا؟ حسنا. وجدتها. يمكننا أن نعمل كفريق. سنبني سيارة جديدة من هذه السيارات. بالضبط. هل تقصدين أن نعمل معا كفريق السباق؟ أجل. لا ليس سيارتي. لن أشاركها مع أحد. لا يهم. لكن ستنجي هل تريد أن تخسر؟ هل من خيار ثالث؟ لا. حسنا إذن لنبدأ العمل. سأساعدكم. لنبني سيارة السباق. حسنا. زيجي. نعم. الرافعة. تفضل. شكرا. لا مشكلة. أيها المتسابقون سيبدأ السباق خلال 3 دقائق. عجبا هذا مشوق. انتهيت. أنا أيضا.
انتهيت. هيا زيجي، سيبدأ السباق بعد دقيقتين. حسناً حسناً. انتهيت. إنها الخامسة تقريباً. أين هم الأولاد؟ لا أظن أنهم قادمون. إذن لما لا تعطيني الكأس لي أنا؟ وفي الحال جاهزون. أنا أراهم، أنا أراهم، ها هم، إنهم قادمون الآن. ماذا؟ لماذا؟ لنفعل هذا؟ هيا بنا. هيا بنا. أجل. لنذهب. أجل. هذا رائع. هيا هيا، عمل جيد. سيارة واحدة؟ ظننت أن لديكم ثلاثة. قررنا أن نتسابق كفريق واحد. أجل، فريق ليزي راكت. لا يهم. نعم. لا يمكن لأحد أن يهزمني. هل ستقود هذه الفتاة السيارة؟ أجل، إنها سائقة ماهرة. أجل. تحاكي الأمر سلب طفل قطعة حلوى. هل سلبك حلواك؟ لا أظن ذلك. سيكون الأمر ممتعاً جداً. هاي. لقد أعددت الكعك اللذيذ للفائز. سيكون الكعك لي. شكراً. ماذا؟ حسناً، بما أننا جميعاً هنا، أجل، ستنطلق السيارات من هنا حتى خط النهاية عند شجرة البلوط. أجل، أول سيارة ستعبر خط النهاية ستفوز بالكأس. أجل. حسناً، لنبدأ السباق. هيا. حسناً. هيا يا ستيفاني. أجل. الأفضل هو من سيفوز. ماذا؟ حسناً، والآن ليتحضر الجميع للانطلاق. جاهزان؟ استعدا، انطلقا. هيا ستيفاني، هيا 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 ستيفاني. إنه يرمي شيئاً عليها. إنه يفعل. توقف. الكعك. وعجباً، هذا ليس الغرض من كعكي. لا. سوف أربح. عجلتي. مشكلة. هيا لنذهب بسرعة. هيا. هيا زيكي، أحضر العجلة الأخرى. نعم. هيا. ستيفاني، ستيفاني، ما المشكلة؟ عجلتي عالقة. لا، لقد توقفت. يا جماعة، سوف نغير العجلة. أحتاج إلى رافعة. نعم. رافعة. هيا يا جماعة. هيا. أجل. نعم. رابي على وشك أن يربح. هيا. هيا. ممتاز. هيا يا ستيفاني، اذهبي، انطلقي. هيا هيا هيا. واخيرا عادت الى السباق. لما استعمل الدواسات؟ طلبت سيارة بمحرك النفاث، صحيح؟ اها، ها هو. بدأ المحرك النفاث بالعمل. أين زر الإطفاء؟ أين هو؟ هذا ليس جيداً. سيارة سباق بثلاث عجلات فقط؟ لا. رابي في مشكلة. المنطاد الطائر. أمسكت به. تماسك. أوه.
سيارتي الجميلة تحطمت. أو لا. يا لها من قيادة رائعة حقاً. أحسنتم جميعاً. سيداتي سادتي، الفائز بسباق ليزي تون للسيارات فريق ليزي روكيت. لقد ربحتم الكأس الذهبية. وربحتم؟ كعكاً إضافية. بينغ بانغ ديجي ديجي دانغ، كلمة غريبة أغنيها. تعالوا لنرقص كلنا، الحركة تفيد جسمنا. بلا أعلى ونطع نستدير، بعدها نصفق إلى أسفل نستدير، غايتنا أن نتسلى. لن أقترب من أي سيارة مجدداً. Ha ha ha!